في الحقيقة أولا سأقوم سأعطي مقدمة عن تركيا قبل أن أتحدث عن الصراع المحتمل بين تركيا واليونان. وليعلم كل عربي مسلم من كان في قلبه مثقال ذرة حبة إيمان، من لم يتصهين أن تركيا بلد مسلم، وعلينا الانتصار لهذا البلد المسلم مهما كانت خلافاتنا معه السياسية، فيبقى الأصل الإيديولوجي هو واحد والأصل الديني هو واحد. تركيا دولة مسلمة والدول العربية دولة مسلمة. إذن أقول هذا السؤال، إذا أردنا أن نقارن بين تركيا واليونان، هذا السؤال ما كان ينبغي أن يطرح؟ إذن لا مجال لمقارنة بين تركيا واليونان، فاليونان هي دولة تنتمي الاتحاد الأوروبي ولديها جميع مقومات النجاح، ومع ذلك فشلت. وتركيا دولة سعت جاهدة للانضمام الاتحاد الأوروبي للحصول على تلك الامتيازات، بعض تلك الامتيازات التي تحصل عليها اليونان، لكنها لم تحصل على ذلك، بل حصلت مقابل ذلك على مجموعة من المؤامرات من أمريكا والغرب لإفشالها. المحصلة أن اليونان هي دولة لا مقومات النجاح، دولة فاشلة لا مقومات النجاح، وتركيا هي دولة ناجحة لديها جميع مقومات، تحققت لها جميع مقومات الفشل. هناك بعض العرب الصهاينة الذين يحقدون على تركيا ويكرهونها، ليس لشيء إلا لأنهم مالوا جهة العدو الصهيوني، وانعدام ذلك الوازع الديني لديهم، لأن من لديهم إذ قالت حبة خردل من إيمان فإنه ينتصر لأخيه المسلم ولو كان في خلافات كثيرة. أولا سأقوم سأعطي مقدمة. إذن لو افترضنا قيام حرب بين اليونان وتركيا، قبل أن أتحدث، تركيا بلد شامخ تعتبر من أول من أكبر القوى العسكرية على الصعيد العالمي واليونان، ويمكن مقارنتها حاليا القوة ديالها الحالية بفرنسا وألمانيا وإنجلترا وغيرها من الدول الكبرى، لكن يتوقع في العشر سنوات المقبلة أتوقع أن تكون تركيا في مستوى الدول الكبرى، مثل وعلينا الانتصار لهذا البلد. الآن أكبر دول عسكرية في العالم هي لدينا أمريكا، مهما كانت خلافاتنا معها متبوعة بروسيا، متبوعة بالسياسية، من الناحية العسكرية وليس الاقتصادية. تركيا في العشر سنوات المقبلة ستصبح من بين الخمس دول الكبرى عسكريا على الصعيد العالمي، لأنها تمتلك لا تشتري أسلحة، لا تنفق ملايير الدولارات لشراء الأسلحة مثل الدول الخليجية الغربية، لا، هي تقوم باستثمار ملايير الدولارات لتحصل على التكنولوجيا، فهي تصنع ما لديها من أسلحة. لديها غواصات، دبابات، حاملات سفن، طائرات، لديها طائرة مسيرة وهليكوبتر، وهي الآن تشتغل على مشاريع لإنتاج نفاثات، طائرة نفاثة من الجيل الخامس. المحتمل يبقى السؤال مطروح، ماذا يحدث إذا قامت حرب عسكرية بين اليونان وليعلم كل عربي مسلم بطبيعة الحال من كان في وقعت حرب بين الدولة العملاقة تركيا والدولة الصهيونية الذبابية اليونان، فإما أن تدخل دول أخرى في هذا الصراع لهذا البلد المسلم. إذا لم تتدخل، يعني كانت خلافاتنا معه 100% يونانية تركية، فالسياسة يبقى الأصل الإيديولوجي هو واحد، أقول ستسحقه، والأصل الديني هو واحد، تركيا دولة مسلمة والدول العربية دولة مسلمة. للحرب الثنائية، لكن إذا حدثت حرب لا قدر الله، ونحن هذا السؤال إذا أردنا أن نقارن بين تركيا واليونان، هذا السؤال ما كان ينبغي أن إذا حدثت حرب فليس هناك طرف مستفيد، في الحقيقة هناك طرف خاسر، سأعطي مقدمة عن تركيا، وهنا في الشق الثاني الذي سأتحدث فيه عن احتمالية تحدث حدود حرب إقليمية لانضمام دول أخرى لهذه الحرب،
ستعرفون مدى الخسائر بين تركيا واليونان. تنجم عادة الحرب وقد تتحول إلى حرب عالمية. فطبيعة الحال الإعلان وتركيا ينتميان إلى تكتل عسكري في مثقال ذرة هذا النيتو. إذا حدثت حرب بين تركيا واليونان إما أن يقيم طرف المتفرج أو الحكم، تركيا بلد لكن وعلينا الانتصار في هذا البلد المسلم. النيتو عبارة عن طرف محايد، لن ما بدأت خلافتنا معه دولة. في هذه الحالة يبقى الأصل الإيديولوجي، سيكون النيتو عبارة عن حكم و ديني وواحد، طرفين يتقالي فيه. تركيا دولة مسلمة، لكن إذا حاجة دولة مسلمة لطرف دون طرف في هذه الحالة المرجح الطن الغالي أنه أردنا نقارن النيتو الذي هو هذا السؤال ما كان مصرانية الدولة المصرانية اليونان. فتركيا ستنسحب من هذا التنظيم وستتحالف مع روسيا. لماذا ستتحالف مع روسيا؟ لأن روسيا دولة استعمارية وتريد عن الصراع، تتحيل الفرصة لكي تفرض سيطرتها المباشرة والاستعمار المباشر أو غير المباشر لبعض الدول الأوروبية، وخاصة كل أوروبا الشرقية التي كانت تنتمي إلى المعسكر مثقال ذرة حبة إيمان. المعسكر الشرقي كانت تنتمي للمعسكر الشرقي وكانت تحت إيمانتها. فعلى روسيا لهذا البلد المسلم تحس بالحنق، ما مكنت في بلدها منها شيء كانت تملكه وهي دول سياسية وخاصة دول بلطقة على رأسها لتوانيا، كل هذه الدول الصغيرة لاتفيا وبولندا دولة مسلمة والدول العربية. لكن هناك في الحقيقة عائق كبير جدا أمام روسيا لتحقيق هذا الهدف. هناك الاتحاد الاقتصادي، إذا أردنا أن نقارن الاتحاد الأوروبي وهناك الاتحاد العسكري النيتو، ينبغي أن ما كان هذا الاتحادين موجودين فسيصعب على روسيا إذا لم تستحيل عليها أن تحقق هذا الهدف. فأحسن شيء لها الخطة التي التي تنتهجها روسيا الآن هي فرق الحدود قبل أن تحدد زعزعة هذه الصراع. وبطبيعة الحال فانسحاب تركيا بين تركيا من هذا التحالف سيعتبر تصدع كبير لهذا التحالف ومكسب كبير لروسيا في خطتها بعيدة المدى لتشييد هذا كان في قلبه لتقوم بعد ذلك بالانقضاء والإجهاز على هذه الدويلات الصغيرة التي كانت تعتبر على جزء من لهذا البلد المسلم مونوبول ديالها، يعني جزء من ما مكنت خلافتنا معه كانوا سابقا هو قرب الاتحاد السوفيتي. الان روسيا تعتبر نفسها الوارث والامير الشرعي للاتحاد السوفيتي وتريد ان تقوم بنفس الدور الذي قام به الاتحاد السوفيتي وتريد ان تضم نفس الدول التي اقول كانت تحت لواء الاتحاد السوفيتي ولن تسامح في اي شبه من هذا السؤال ما كان ينبغي ان يطرح. ممكن حينما حدث الشخص انشقاق حينما انشقاق بينه وبين الاتحاد الاوروبي، اذا انحاز الناتو ليونان في حرب محتمله مع تركيا ستنسحب في نفس اليوم، ستنسحب تركيا من هذا التحالف وستتحالف مع روسيا بين تركيا واليونان. وليعلم كل عربي مسلم في هذه الحاله قد يحدث نوع ما من التوازن بين الناتو وروسيا او بين الدول الداعمه لليونان والدول الداعمه لتركيا، وعلينا الانتصار لان هذه الدول وخاصه روسيا وامريكا تمتلك سلاح يسمى سلاح الردع النووي، هو لا يستعمله في الحروب لكن من يمتلكه يكون اقوى من طرف اخر. فاذا كانت دوله تؤيد تركيا تمتلك هذا السلاح والدوله المعارضه تمتلكه او يدعمها من يمتلكه، سيكون هناك ردع بينهما وستبقى الحرب عبارة عن حرب تقليدية وقد تنتهي بصحة اتفاقية سلام أو قد تكون أمدها. لكن إذا ما قدر وكانت هذه الحرب فالخاسر فيها بدون يعني لا مجال للمقارنة بين القوة التركية العملاقة والضعف اليوناني القزمي الدولة القزمية. قبل أن أتحدث